ايه فردوا عليه قالوا له هذا حكي فاضي. يعني انت المانيا رفضت، بس المانيا فرنسا والدول السبع، نعم الدول السبع، انه في عقود وانت بدك تحترم عقودك، مجبر ان احترام العقود. وقال المستشار الالماني ان الروس لا يحترمون عقودهم، لا يحترمون اقوالهم، ولكن لن يدفع احد بالروبل. مين هذا الروبل؟ يعني الروبل ليس هو عملة قابلة للتداول. حاولت دول، سبع دول منها الهند والبرازيل والصين وروسيا، هدول بشكل نص العالم، انهم يعملوا نظام عالمي جديد. فشلوا، صار لهم من اكثر من سبع سنين فشلوا، ما قدروا. الدولار رح يبقى واليورو مهيمنين، مهيمنتهم جاي من قوة اقتصادهم وليس من على كل هالكبر بروسيا وكل هالحكي الفاضي. اقتصادها لا يعادل اقتصاد ايطاليا. بس الروبل تحسن في الايام الماضيه بشكل كبير امام الدولار. طبعا التصريحات بكره بتلاقي هر بعد ما قال هلأ تيه انه بنقبل باليورو، بتشوفوا انه رجع رد. أه. رجع طبعا، لانه حكي اعلامي هذا، يعني البورصات تتاثر بالحكي الاعلامي بالكذا، لكن ما قبضوا حكيه انه هو هدد باخر الشهر، انتهى الموضوع ما عاد فيه. يعني دكتور محمد فرج الله، هل هذا تراجع جديد لفلاديمير بوتين يتعلق ببيع الغاز والنفط بالروبل؟ اسمح لي اتفق مع الضيف الكريم ونفيد المشاهد الكريم، الاقتصاد الروسي اقتصاد هش جدا. قبل ان تغزو روسيا القرم كان الدولار الواحد 30 روبل، بعد ان غزت القرم اصبح الدولار 70 الى 75 روبل، بعد ان غزت اوكرانيا اليوم الدولار 175 روبل. يعني باختصار الروبل تراجع تقريبا 500% فقط في 8 سنوات. لماذا؟ 70% من اقتصاد روسيا قائم على الماده الخامه، الغاز او النفط، اي ان روسيا التي تدعنها قطب جديد لم تن لا لا غير قادره لا على ابتكارات ولا على صناعات. بس دكتور ولا الموضوع مش موضوع فقط العمله والروبل، عندهم امكانيات هائله لا تنسى، عندهم يعني الغاز والنفط والمعادن وغير ذلك، في امكانيات ضخمه جدا تمتلكها روسيا. العالم اقتصاد الدول قويه يقاس بانها كم هذه الدول قادره على الابتكار التكنولوجي والبيع وليس الاستخراج من الارض. نحن نرى كيف ان السعوديه تحاول 10 سنوات ان تجد نفسها بدائل عن الماده الناضبه. لماذا؟ لانهم يعون ان هذا الامر غير مقبول لمدة طويلة. لذلك روسيا فشت لأسباب كثيرة، أولها الفساد وآخرها طبعا التراجع. اليوم باختصار الكرة الكبيرة المفرغة الروسية هي اليوم فجرت وأظهرت كم ضعفها. أما التراجع الأخير لبوتين، بوتين ظن وأراد أن يوري نفسه بأنه قوي وأنه دكتور محمد هو تراجع لبوتين.